لما تبقى المحاميه بتاعت معلش معلش الكلاينت بتاعتك اللي انت عماله نجلاء بدر الجميله انت عماله بتساعديها وبتعايزه تكسبي لها القضيه وفي الاخر تكوني خاينه مع جوزها متجوزه جوزها. لازم احكي لك حاجه في الحته دي. دناءه ولا مش دناءه؟ شناعه. ايوه شناعه. الحمد لله. انا طبعا الورق زي ما بقول لحضرتك كان بيتكتب واحنا بنصور فانا اتفاجئت برضو يعني ان ماجدة طلعت متجوزه عصام فلما جالي الورق الحلقه دي وقريتها فطبعا قلت يعني مش معقوله بجد يعني الست دي هتطلع حقيقي بالمنظر ده يعني دنيئه وما عندهاش اي احاسيس ومفيش مبادئ خالص صاحبتها وقريبتها. فكلمت المخرج في تليفون قلت له استاذ يعني ممكن نشيل الحته دي لو سمحت. قال لي انا عايزها تتكره خالص انا عايز كل اللي يشوفوكي يبصولك يبقوا عايزين يمسكوكي يخنقوكي. فقلت له طب ممكن نشيل الحته دي يعني مش لازم نوصل للمرحله دي. قال لي لا 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 هو ده يا ناردين اللي هيحصل وهتفضل كده. وبعدين يا وافي معرفش والله حضرتك انا ما عملتش حاجه انا كنت سايق عربيتي عادي في امان الله البهوات يعني وقفوني ونزلوني من العربيه وجابوني على حضرتك معرفش ليه اللفه دي كلها حضرتك لو كنت كلمتني في الموبايل كنت جيت لك زي كل مره يعني ما انت جيت لي مره واثنين وثلاثه وما خدتش منك عقد نافع عشان طلب حضرتك مش عندي والله انت هتفضل تلف وتدور ما تخلص هو حضرتك عايزه مني ايه يا استاذه بصي اتفضلي ده الشيك اللي حضرتك اديتوني انا ما صرفتوش عارفه طيب يبقى احنا كده خالصين مش انت اللي تقولي هنخلص امتى يا وافي احنا هنخلص لما تقولي رضوى فين هو ليه حضرتك مفترض ان انا اعرف استخدمت معاك كل الطرق بالمحايله التفاوض الفلوس ومفيش حاجه نافعه معاك انت اللي هتضطرني اتصرف معاك بطريقه مش هتعجبك خالص اكيد حضرتك مش هتعملي كده يعني حضرتك استاذه قانون يعني ومعروف واكيد عارفه يعني عقوبه الخطف والضرب والبلطجه مين قال لك ان انا هعمل كده وما الرجاله اللي واقفين معانا دول واقفين ليه هسألك للمرة الأخيرة رضوى فين يا وافي؟ معرفش تمام أنا هخليك تتكلم ما كل هذا الشر يا ناردين ما كل هذا الشر يا ناردين ده حقيقي ده حقيقي ده برضو كان مشهد وحش شوية طيب بالنسبة لجريمة القتل جريمة قتل عصام الصياد بالنسبة لنا احنا كمشاهدين وكمنطلقين ما كناش عارفين في النهاية هو مين اللي قتله انتوا امتى عرفتوا مين من القاتل يعني دخلين المسلسل وعارفين في النهاية مين اللي قتل لا لا ما دخلناش المسلسل واحنا عارفين مين اللي قتل اعتقد كان ساعتها برضو الكاتب لسه ما قررش قوي وما كانش حابب انه يحرق او ان الناس تبقى متوقعه من الاول مين يعني كان حابب يستنى يشوف كده ايه اللي هيحصل والناس هتتفاعل ازاي ثم يقرر بعد كده انا فاكره ان انا عرفت تقريبا في الحلقه ال 15 او ال 16 يعني كنت بكلم استاذ محمد سليمان على التليفون بساله على شويه حاجات عن ماجده يعني سليمان عبد الملك بنوجه له تحيه كبيره أكيد. جدا هو وكل اللي اشتغلوا في مسلسل شوف الكوره عمرو وهبه صدقي صخر نجلاء بدر مراد مكرم قولي معايا عشان ما انساش الاء الشريف طبعا وليد فواز استاذ رامي الطنباري فدوى خطيره فدوى عابد وطبعا الجميله حنان مطوع كلكم وعملتوا مباراه في التمثيل عظيمه جدا هايله يا رب ما اكون نسيت حد انا بص هم كلهم كانوا كويسين انا بس افتكرناهم كلهم اعتقد لا والله كلهم يا رب ما اكون نسيت حد بس كلهم كان ادائهم الحقيقه متميز جدا كنا بنقول ايه كنا بنقول ان انت اتكلمتوا في التليفون وسالته طب مين بقى هيبقى القاتل فقال لي طبعا احمد ماجد اللي هو اخو محامي اخو لطفي اخو المحامي بس طبعا قعد يقول لي ناردين ما ينفعش تقولي لحد خالص ولا حد من قرايبك ولا حد في البيت فقلت له لا ما تقلقش فاعتقد ان احنا كلنا كنا عارفين او البعض مننا اللي سال يعني بس ما طبعا ما اتكلمناش خالص يعني بس عملته تيك توك كده لطيف له علاقه نضحك على الناس برضه من القاتل صح
انتوا صورتوا كنوع من التضليل ولا كنوع من الفن؟ هو كان بداية كنوع من التضليل طبعا، واحنا طبعا استمتعنا جدا، ده كان اخر يوم تصوير للمسلسل. بس انت واضح انه يعني وانتوا بتمثلوا الهزار ده، انه كلكم انتوا اللي قتلتوا عصام الصياد، انت احدثتي اصابات. عرفتي ها. انا كنت بس على فكره مش انا اللي غلط، يعني هو عصام، بس طبعا احنا هو اللي إيه عور فيه، هو اللي عور نفسه. انا طبعا دخلت، انا اول مره امسك سكينه حقيقيه، يعني كنت فاكره طبعا ان هي مش هتبقى حقيقيه. فدخلت المشهد فاستاذ توبه واقف فقال لي خلي بالك بقى لان السكينه حاميه وحقيقيه. فبقول له ازاي كده يا توبه، طب هنعمل ايه؟ فمراد بقى واقف قدامي، ففجاه انا بعمل كده فلقيت ايده، انا ما اتحركتش لسه، انا هنا زي ما انا، لقيت ايده هنا وراح طبعا متعور. مراد طبعا هو قريبي وحبيبي، فهو اوفر برضه، هو عارف. فطلع طبعا قال لي كل الناس بره ناردين جرحتني وعندي نزيف في صباعي، ولو سمحتوا مش عارف اوقف الدم الحقوني. قلت له طبعا انت اكيد طلعت بره. قال لي بصراحه انا عملت كده فعلا، فعورته يمان عورته. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.